محمد لطيف من أخيرة السوداني، تحليل سياسي أتت اليوم بعنوان الوزيرة الغنية التي ينتظرها الفقراء. يستهل لطيف زاويته بالقول: كتبت وكتب غيري عن الدور الحكومي المطلوب تجاه المواطن وكيفية مساعدته لمواجهة جائحة كورونا، وكنا وكانت وكان كل من كتب مشغولا بذوي الدخول المحدودة، وكيف توازن الدولة بين بقاء الناس في بيوتهم وبين أن يحصلوا على الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. يمضي لطيف فيقول: هل تصدق أن هناك لجنة بالفعل، وأن اللجنة أصلا اسمها لجنة تخفيف أعباء المعيشة؟ تشكلت اللجنة العليا منذ شهرين، وفيما تنعقد اجتماعاتها الآن برئاسة السيد مدني عباس وزير الصناعة، فهي تضم في عضويتها ضمن من ضمت السيدة لينا الشيخ وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل. يواصل لطيف فيقول: ولكن غير الطبيعي ألا تكون لينا على رأس هذه اللجنة لذات الأسباب التي أسلفناها، والنتيجة المباشرة لهذا الوضع هو أن لينا، والتي تجلس على أكبر كتلة نقدية في السودان، يفترض أن جلها إن لم تكن كلها موجهة لخدمة الفقراء وذوي الدخل المحدود. يستمر لطيف فيقول: إذا نظرنا إلى التريليونات التي تحتكم إليها أو تحتكم فيها وزارة التنمية الاجتماعية، وأبدأ بديوان الزكاة، فالعارفون ببواطن الأمور يؤكدون أن مجرد تعليق بعض مصارف الزكاة مثل العاملين عليها والغارمين على سبيل المثال كفيل بأن يوفر فائضا مهولا من الأموال. يسترسل محمد لطيف بالقول: فدونك الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي يدير أموال الصناديق الاجتماعية على سبيل المثال لا الحصر، فالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي تتولى المهمة الإشرافية عليه يمتلك 78% من أسهم بنك المزارع، و82% من أسهم بنك الشمال، و45% من أسهم البنك السعودي. يختتم لطيف هذه الزاوية فيقول: ثم دعك من مدبغة الخرطوم وشركة بريد السودان وكوبون سمسم لإنتاج كل مخرجات السمسم وشركة الضمان وأبراج سكنية ومخططات، وهلم جرى. نكتفي بهذا فقط لنريكم على أي تل تجلس وزيرة التنمية الاجتماعية التي يفترض أنها معنية بدعم الفقراء.